السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم، وان شاء الله لا فيديو ديالي هذه تلقاكم كامله مهنيين وبخير وعلى خير. وقبل ما نبداو نشوفوا الفيديو تاع اليوم، نصلوا كامله على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه بديت بها الفيديو تاع اليوم يا البنات هي هذا لاسبيراتور اللي سموه فاكانت ستيم. هذا لاسبيراتور اللي نتمناه في بيت كل وحده فيكم، قولوا امين. يعني من اروع التجارب اللي قمت بها في هذه القناه هذا لاسبيراتور اللي هنينا من البيدون ونشف حشاكم. اسبيراتور يكنس ياسبيري ويمسح في نفس الوقت، معناتها الدنيا بلا ما تكنسيها تشعلي لاسبيراتور تاعك وتبداي، راهو يكنس وراهو يمسح وممتو. نقدر نستعملوه كمكنسه وحدها، نقدر نستعملوه باش نمسحو بلا فابور برك، ونقدر نستعملوهم يعني للزوج. هاد لاسبيراتور خفيف ظريف، ما يديش مكان، يعني ماشي ثقيل. الاستعمال ديالو ساهل، التركيب ديالو يعني كي حليتو من الكرطونه كيما راكو تشوفوا بعينيكم ما كاش ما اسهل. في هاد لو ريزيرفوار اللي نديرو فيه هاد الكميه تاع الماء اللي على بالكم، انا هاد الكميه تاع الماء مسحت بها الصالون الكوزينه سال دو با والكولوار. نتحكمو كاين قفالي ولا دي بوتون كيما راكو تشوفوا في اليد، يعني بلا ما نطبسو هنا كيما راكو تشوفوا راني نكنس به، ينحي الغبارات التراب اي حاجه تكون في الارضيه ويمسح في نفس الوقت. يعني ولا حبيتوا تستعملوا هذه الخاصيه فيه هنا وين يكنس وين يمسح، يعني واش نقول لكم انبهرت يعني بالنتيجه اللي مدهالي. هنا زعما راني نمسح الدنيا راهي مقيقيه، لكن دوك تشوفوا النشاف واش خرج منه، يجونا زوج نشاشف معاه. ها هي ديك الاستعمال ديالو، كاين عامين غارونتي، ضمان عامين وخدمات ما بعد البيع. هذا هو الشيء اللي عجبني في هذا المنتج، منتج امريكي لكن اللي جابوه لنا هنا البلاد تحملوا المسؤوليه، ماشي كيما المنتوجات الاخرى اللي نشروها وباك ابخي لو كان تروح لنا بياسه تحبس لنا ما كاش كون يهضر معانا. شوفوا هنايا هذا لو ريزيرفوار اللي يتراكموا فيه الاوساخ، نعبزوا قفله يهبط كلش، وها هو ليك النشاف يا البنات. حاشاكم على هذا المنظر، زعما كانت الدار ممسوحه، يعني لو كان تشوفوها تقولوا عليها مقيقيه. هنا يعني في الكار طونا لقيت دو باستي، يجو معها دو باستي يعني يريحوا ريحه طيبه كيما حنا نقولوا ان ديزودوريزون، لكن هو في الاصل نمسحو غير بالماء، يعني يعقم غير بالماء. جبت البنات لو ديتاشون تاع السيدو ديالي، طليت شمخت النشاف مليح، طليت له الصابون كيما راكو تشوفوا، خليته ربع ساعه ومن بعد رحت ضربت له غسله هكذايا يعني في البيدون، يعني بطريقه سهله جدا. المعلومات تلقاوها في صندوق الوصف، ارقام الهواتف راكو تلقاوهم هنا في الشاشه. اللي عندها نقولها بصحتك، يعني اني شاركت معاكم التجربه ديالي والراي ديالي في هذا المنتج، واللي ما عندهاش نقولها ربي يفتحها في وجهك، واللي في يده كل يوم عيده وتعيشوا برك. هذا ما كان انا هنا راني نشارك معاكم الاشياء اللي قادره تنفع البعض منكم، اما اللي ما عندهاش معليش توسع خاطرها وربي هو الرزاق يا اخي. هكذا البنات دوك هنا نروحوا للتدابير البسيطه تاعنا تاع رمضان. شوفوا ندبر عليكم، تحكموا الحميصه تاعكم طيبوها نص طياب، سورتو حنايا طياب ديالنا الاغلبيه بالدجاج، ودي فوا كي نعودو نطيبو في البرجاج الدجاج يطيب وهذيك الحميصه تبدا تبرق في عينيها. ايبا نطيبوها كيما انا طيبتها، تقدروا تقولوا 80%، غلقت عليها 10 دقائق في لاكوكوت، شوفوا كيفاش طابت، ماشي 100% لكن مع هذيك هي مع الدجاج تزيد تكمل. انا هنا طيبتها بعنقوق، اللي عندها سينو ديروا لها غير فلفل كحل والملح فقط، هذا ما كان. قطرتها تخي تخي بيان، شوفوا كيفاش يعني على حبه، انا نشمخها 24 ساعه باش هكذا تتشمخ لي تخي تخي بيان، ميم كي نخبيها بلا طياب نشمخها 24 ساعه. جبت هاد لي ساشي تاع كونجيلاسيون، هاد لي زيبلوك هادوما، جبت المتوسط وجبت الصغير. على بالكم بلي قلت لكم فيها ثلاث احجام، السومه ديالها معقوله وراهي تتباع بارتو كاع في لي غروند سيرفاس، 15000 الباكي وينحي الحيره. شوفوا انا هنايا ساشي صغير درت قيس زوج مرات باش نستعمل الحميصه زوج مرات، فوالا نغلق الساشي ديالي بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها وبعد كنحل الحميصه كيما ندير للدجاج ولا باش هكذا الساشيات ديالي ما يدوليش مكان في الكونجيلاتور. نص الكميه حطيتها هكا في ساشيات صغار والنص الاخر حطيته في الساشي المتوسط.
عندنا هنايا كامله الاحجام، كاين الحجم الصغير، الحجم المتوسط، الحجم الكبير، وكل وحده ولا كونتيتي اللي راهي حابه تخبيها. هادو تدابير بسيطه يسهلوا علينا الطياب. دي فوا الحميصه تعطلنا، دي فوا الدجاج يطيب، الخضره ديالنا طيب، وهذيك الحميصه قلت لكم تقعد يعني هكاك تبرق لنا في عويناتها. هذه هي يعني بالنسبه للتحضيرات البسيطه اللي قلت بها وراني شاركتها معكم. انا البنات هذا نورمالمون هاد لا فيديو راهي كانت واجده من نهار الجمعه، لكن هذا وين كنت بربي باش نحطها لكم. هنايا البنات كيما كنت تشوفوا راني نقي في السجاج اللي يفصل ما بين الصالون والكوزينه ديالي. قلت لي يعني دوك يعود الى يملك السبك. شوفوا لو كان نكونوا يعني نقوا كل يوم بطريقه سريعه كيما راكم تشوفوا، جامي تراكم سبك ني في الزجاج ني في البيبان ني في حتى مضرب يا اخي هكذا. درك هنا قلت لكم البنات هنا راني نوجد في اللحم تاع البقري اللي طيبت به الطعام نهار الجمعه. درت تحضير مسبق باش يعني اللحم ديالي يجيني بنين والطعام ديالي يجي بنين. درت له البصل، درت له الملح، درت له فلفل الكحل، درت له القرفه، حكيته خبيته في الثلاجه. البنات جات عجوزتي والوساتي باش نجوزوا شعبان كيف كيف. احنا كل عام يعني عجوزتي تجوز معنا يعني شعبان، كيما تقول هي راني جايه من شعبان. ربي يعطيها صحيحتها ويطول في عمرها ان شاء الله. قلت لكم هذه المره انا يعني مالفة هي اللي طيب لنا، لكن انا اليوم انا اللي وجدت الطعام. المهم خلاتلي الحريه، قالت لي ديري واش حبيتي. باه حبيت ندير طعام هكذا باللحم البقري. كيما كنت تشوفوا اللحم ديالي بات في الفريجيدار، شبع هذيك يعني الدوزينه اللي دوزت بها، ومن بعد حطيتها يعني على نار قليله، غطيت عليها وخليتها تتقلى بعقلها. وبالنسبه للاخوات اللي سقساوني على الكسكسي ولا القدره والكسكاس اللي عجبتكم كاملاتك، ايبا البنات راهي ليك تتباع عند صفحه جولدن شوب. راح تشوفوا رقم الهاتف هاهو لك هنا يبان قدامكم، ولا باج ديالو تقدروا تشوفوا. عنده الحجم الكبير، الحجم المتوسط، والحجم الصغير. انا هاديه شريت الكبيره، شحال وهي عندي يعني عندي واحد نقول لكم واحد 4 شهور يعني هايله. هذه ماركه تركيه لكن ثقيله وطيب تري بيان، تفور تري بيان، يعني ما عندنا ما نقولوا فيها، الله يبارك. المهم هنايا كيما راكم تشوفوا القرعه ديالي كيف كيف، كي نقشرها ندير لها القرفه فلفل الكحل والملح باش القرعه ما تطيبش سامجه وتطيب بنينه. جا واحد الطعام شهيدكم ان شاء الله في الجنه. ودوكا حنشارك معكم واحد اللمسه كي ديروها في الطعام تزيد لكم بنه على بنه. تحكموا زوج عرف ولا ثلاثه تاع حشيش مقطفه، تقطعوه رقيق راكم تشوفوا كميه صغيره في الدوزينه، كي يعود اللحم يدوزن ولا الدجاج ديالكم يدوزن، ديروا هذاك الحشيشه التتبيره يعني ديرها عجوزتي. يعني واش نقول لكم، يعني كي تعودوا تاكلوا ما يبانش يعني البنه تاع الحشيش، لكن تشوفوا الطعام ديالكم بنين بنين، يعني البنه ديالهم خالفه. ويا هاد كيش نقولوا هاد لاستيس اللي ديروا عجوزتي علمته لي وانا راني علمته لكم. هنا كيما راكم تشوفوا اللحم ديالي كيطاب، نحيته وحطيت الخضره ديالي، وطعم كيما راكم تشوفوا عاودته فوق المرقه سكيفيه كوفو ديفيني كيفاش تكون البنه ديالو. لكن ما قدرت ما ندير معكم ني طبق تقديم ني والو، سكتو برك. تلاقيت مع الواساتي وكانوا وليداتهم وعجوزتي والقصره، يعني ما تلاقاوش دائما، وكي نتلاقاو ما نحبسوش من الهضره. فوالا هنا برك شاركت مريت لكم يعني شاركتكم الاشياء اللي وجدتها. هنا كيما كنتو تشوفوا وجدت سنيوة تاع قلب اللوز، راكو تشوفوه جا عالي. انا ما نحبوش عالي، لكن البنه ديالو من يديكم جا بزاف بنين. وعلاش جا عالي؟ بورتون هاد السنيوه تاعي كيما تعرفوا ترفد كيلو، جا عالي باسكو كنت مخبيه كميه تاع لوز به بقشورو درتو، وكانت كميه كومام واحد زوج حفنات سكيفي. هاد الشيء زاد في ليبيسور تاع قلب اللوز ديالي، لكن جا معسل البنه ديالو بنت قلب اللوز، يعني فريمون ماشي دقيق مشمخ بالشربات. هذه يا حبيبه قلبي بالنسبه يعني الحاجه الحلوه اللي ختمت بها فيديو تاع اليوم، اللي نطلب من ربي يحلي كامل ايامكم. ودائما نقول ونعاود انه هذا النوع من الفيديوهات ولا الاشياء اللي نوريها لكم باش نفيد البعض منكم، سينو ما نحب حتى وحده فيكم ضيق خاطرها ولا تقول ايه انت عندك انا ما عنديش. اللي في يده كل يوم عيدو البنات، وربي هو الرزاق. وكانت دائما نقول لكم واحد المقوله كانت تقولها امي الله يرحمها، راهو رزق الشباب عند الباب، ما نضيقوش برك خاطرنا. انا هنايا قناتي متنوعه، كاين اللي قادر كاين اللي ماشي قادر، وانا حبيبه الزوالي وحبيبه اللي عنده وحبيبه كل وحده فيكم. ان شاء الله ربي يدوم محبتنا وحواشركم ان شاء الله مبروكين، ودمتم حبيباتي في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.